مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الرباط العاصمة الإدارية. أنخليكم مع ساكنة المدينة القديمة لكي طالبوا بالإصلاح أو بأنهم يعجلوا الاستفادة ديالهم من إعادة ترميم المنازل الآيلة للسقوط قبل ما توقع الواقعة. هنا غنحاولوا أننا نشوفوا هذا المنزل هذا الآيل السقوط واللي كيهدد السلامة ديال الساكنة أو السلامة ديال الناس اللي ساكنين في هذا الدار والناس حتى المجاورين لهذا المبنى هذه اللي كيقولوا على ان الدار ديالنا هي اي كتشكل خطر علينا جميعا، وبغينا اننا نتوصلوا او بغينا الاصلاح يكون في اقرب وقت ممكن لان الدار راشيه والدار تقدر في اي لحظه تطيح. هنا غنحاولوا اننا نستمعوا لهذه الاسره اللي كتعيش وسط هذا المنزل هذا اللي قالوا انه من بعد ما طاح السقف كيف ما شفتوا معنا على المباشر اضطروا على انهم من مالهم الخاص يديروا هذا. ياكي الدولة اللي دارت لنا الأعمدة في الأول، في الدولة دارت الأعمدة في الأول، هاكي عاودي شنو واقع. السلام عليكم. حنا ساكنة ديال هذا المنزل هذا، هو منزل من ضمن المنازل اللي قايله للسقوط في المدينة العتيقة. كان نعم في الأول ما كانش المنزل ديالنا داخل في المشروع ديال ترميم ديال المنازل قايله للسقوط. يعني كنا خافوا منه دائما، ولكن كانوا كيقولوا لنا بأن ما نخافوش. حتى واحد النهار طاح لنا السقف وطاح، وكان يطيح علينا على راسنا وعلى علينا، ما يطيح اوغوزمون غير على الاتات، كانوا اضرار ماديه مي بشريه الحمد لله ما كانتش ارواح خسائر بشريه. وهذا وجا داروا لجنه، جات لجنه ودارت شافت بان بصح المنزل اي للسقوط. و هادو الاعمده اللي دابا شادين السقف باش ما يطيحش، الباقي ديال السقف باش ما يطيحش، هادو هما الاعمده اللي دايرين هنا. نشوفوا ماشي غير هاد البيت اللي مضر، الدار كامله مضره. نشوفوا ها كملي. ومهم داروا لنا الاعمده، وهنايا هنايا هاد السقف هذا اللي هنايا على حسابنا الخاص صلحناه لانه كان كيطيح علينا، طاح واحد المره وصلحناه. هاد السقف هذا صوبتو نتوما بنفسكم؟ صوبنا حنا قبل الاعمده وقبل ما يطيح لينا السقف الاخر صيبناه هذا، لان حتى هو كان قبل منه كان حتى هو سقط علينا. وكاين هاد البيت هذا حتى هو يرى فيه الضرر حتى هو. وهذه راه مده صافي. حتى الارض منفوخه. الارض منفوخه حتى دعم، وحتى المنزل اللي تحت منا لانه حتى هو قايل للسقوط ومهجور ما فيه حتى شي واحد. وداروا لنا الاعمده لتحت والفوق، ودابا هذا البيت هذا حتى هو اصلا الارض ديالو كلها كتهز ولا الجدران. وهنايا هما طايحين هنايا واحد الاجزاء من هنايا، وهاد الشق هنايا غادي تيكبر بحال الشق اللي طاح السقف ديالو. وهنايا في الجدر، في الجدر حتى هو راه مشقوق ممكن يطيح في اي لحظه. ومع هاد الشتا اللي جايه ومع هاد الايام هادي ديال الشتا يعني كيهبط علينا الماء وممكن طيح الدار في اي لحظه. وهادي عامين وهو في الاعمده، حتى الاعمده بدات كتشق، حتى الخشب ديال الاعمده بدا كيتشق، وما كان حتى شي تدخل وما كان حتى شي معلومات، وما كانوا حتى شي معلومات اللي غادي يقولوا لنا شنو ممكن دار. هنايا من بعد ما الدار ديالكم هي كتشكل عليكم خاطر، حاولتوا انكم تواصلوا مع السلطات المحليه؟ تواصلنا مع السلطات المحليه، قال لك ما كاين حتى شي حاجه دابا، ما عليكم غير تصبروا. حنا صبرنا عامين هادي وحنا صابرين، وفي اي لحظه ممكن يطيح علينا. صبرنا قبل ما يطيح السقف وطاح السقف، ودابا عاوتاني صابرين كنقولوها لهم ما كيدخل حتى شي واحد، وغد كيشكل ضرر علينا وعلى الجيران ديالنا. ويعني كنعانيو بلا اي حتى شي حد ما كيهتم للامر ديالنا، ما عرفتش شنو ممكن نديرو، شكون اللي ممكن يتدخل في هاد المساله هادي. عينا ما نسولو، كنمشيو عند السلطات ما كيعطوناش الاخبار، وما عرفناش شنو غادي نديرو. التجئنا لشوف تي في الله يجازيهم بخير، ونتمنوا ان السلطات هما الله يجازيهم بخير يدخلوا ويديروا الحل معنا في هاد الدار هادي، لان عينا من الانتظار وعايشين الفزع والرعب، لان اي لحظه ممكن تطيح علينا الدار.
يعني حتى النفسيه ديالنا مدهوره، وربي اللي عالم بينا كي حاسين، وما كرهناش شي حد اللي يدخل ويدير لينا حل، لان عينا بزاف. اني مع العلم ان كاينين منازل واحد اخرين اللي حتى ما كاينين كاينين اه، ولكن ولكن كاينين اللي تصلحوا ودخلوا وعطاوهم باش يكريو في جهه اخرى. حنا ما يمكنناش نكريو في جهه اخرى، لان الكرا غالي وعندنا ديجا كنخلصوا الكرا هنا، يعني ما يمكنناش نخلصوا جوج ديال المحلات، والمول المحل قالك ما يمكن ليهش يصلح ودخلات في الاصلاح ديال الدوله، وحنا بقينا واحلين ما عرفنا ما نديرو. هنا اسمحي لي انا قطعتك، هنايا هاد الزليج هذا اللي هنايا مهزوز من بلاصتو، واش دايرين الدعم بحال هذا؟ شحال هذا؟ لا كان قبل الدعم كان هكا، قبل الدعم كان هكا وبقى هكا.